يا بنتي انت الشوبينج هيجننك خالص. شنطه ايه اللي هتشتريها ب 3000 يورو دي؟ انت عارفه المبلغ ده ممكن يحل مشاكل كام بني ادم؟ وانا مالي انا بمشاكل البني ادمين؟ طب هتروحي بيها فين بقى يا ستي؟ هتمسكيها وتروحي تستلمي جايزتك من مهرجان كان؟ الصبح هتقعد بيها في النادي وبالليل في الكافيه. ازيك يا فيروز، عامله ايه؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ طيب انا لازم اروح عشان عندي مواعيد لازم الحقها يا جماعه. استني يا فيروز، انا بقالي كتير قوي ما شفتكيش، ولا انت بقى مش عايزه تقعدي معايا؟ لا مش عايزه ولا حاجه يا نور، بس انت عارف كويس ان انا ست متجوزه وما ينفعش اقعد مع راجل غريب في عدم وجود جوز. متجوزه؟ ولا انا عارفه انكم سبتوا بعض؟ لا دي اشاعه، انا مش عارفه مين وصل لك الكلام ده. خلاص يا فيروز براحتك، انا اللي غلطانه حبيتك اطمن عليك. لا انت مش غلطان ولا حاجه يا نور، اللي غلطانين صحباتي اللي قالوا لك تيجي من ورايا، مع انهم عارفين يعني اني ممكن اخسرهم في حركه زي دي. لا على ايه تخسروا بعض؟ انا اللي همشي. سي ام، باي باي.